بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا نشرح نوع جديد من الكونكشن وهو البيس كونكشن. البيس كونكشن هي الكونكشن اللي بتربط لي بين العمود وبين القواعد. دلوقتي احنا عندنا عمود زي ده عاوزين نربطه بالقواعد، بنبدا نحط العمود بنلحمه بحاجه اسمها بيس بليت. البيس بليت ده بيتربط فيه القواعد عن طريق المسمار، والجزء اللي تحت البيس بليت ده بنطلق عليه نون شرينجش ماتيريال او جراوت. بنجيب ماده جراوت ونحطها هنا تحت البليت عشان نضمن استواء السطح تحت البليت. طيب دلوقتي الجزء اللي هو طالع من القواعد ده بنطلق عليه بيدستل، ده بيبقى جزء زي العمود كده طالع من القواعد من تحت عشان يخلي لي البيس بليت والجزء بتاع الكونكشن ده فوق سطح الارض نتيجة ان انا بعدت عن الاملاح. طيب احنا دلوقتي اللي هندرسه هي الكونكشن البيس الهنجد كونكشن. في نوعين من الكونكشن، في هنجد كونكشن وفي فيكسد كونكشن. الهنجد والفيكسد طبعا انت تعرضت ليهم في الاستراكشر، انت خدت في الاستراكشر حاجه اسمها هنجد سبورت وفيكسد سبورت. الفرق بينهم ان في الهنجد بيكون فيه قوتين بس اللي هي القوه في اتجاه محور اكس وقوه في اتجاه محور واي، لكن الفيكسد السبورت كان بيبقى فيه ثلاث قوى اللي هي القوة في اتجاه محور اكس والقوة في اتجاه محور واي والمومنت، تمام، بيتحمل مومنت. احنا هنا عندنا هنشتغل على الهنجد كونكشن او الهنجد بيس كونكشن فقط، فهنشتغل ان انا عندي قوتين بس اللي هي قوة في اتجاه محور واي وقوة في اتجاه محور اكس. طيب الميكانيزم بتاع الكونكشن دي بيشتغل ازاي؟ احنا المفروض عاوزين ننقل القوة دي والقوة دي للاساسات تحت. اول حاجة بالنسبة لي النورمال، لو القوة دي كانت ضغط هتشتغل اول حاجة هتنتقل عن طريق هتنتقل من العمود للبليت عن طريق اللحام. طيب يا باشمهندس، طب احنا القوة النورمال دي ليه نلحم؟ احنا ممكن ننقلها على طول باي بيرنج، بنخاف ليكون السطح بتاع العمود ده مش متثبت او مش مستوي 100%، فعشان كده بنبدأ نلحم وبننقل قوة او بننقل جزء من القوة دي عن طريق اللحام والجزء الاخر عن طريق البيرنج. طيب بعد ما توصل للبليت بتوصل بعد كده بتبدأ تروح للنون شرينجش ماتيريال عن طريق البيرنج، ومن النون شرينجش ماتيريال تبدأ تروح للمستوى اللي تحت او الخرسانة على طول، تمام، بحيث كده انها وصلت عن طريق البيرنج. طيب لو القوة دي كانت تنشن، لو كانت تنشن اول حاجة لازم الويلدنج ده يبقى متصمم انه هيشيلها كلها لان هنا مفيش بيرنج بقى. طيب بعد كده هي عاوزه تروح للقواعد، هتبدا تروح عن طريق المسامير لان المسامير هي اللي بتتحمل الشد. انت عندك لو مفيش مسامير والقوه دي شد، يعني تعالى تخيل كده معايا ان القوه دي هتبدا تاخد العمود وتطلع بيه لفوق. احنا طبعا عشان المساله تبقى ستيبل لازم يكون في سبورت يمنع الموضوع ده، السبورت في الوقت ده هيكون المسمار بتاعنا. طيب الاتش بقى، الاتش هتنتقل عن طريق اللحام للبليت، وبين البليت تنتقل للبريستل ده عن طريق الانكر بولت. يبقى احنا لو عندنا اكزامبل 1 بيقول ان الاتش 6 طن والنورمال 40 طن كومبريشن وعطيلي ان القطاع ده اي بي اي 400، لازم اول حاجة نجيب خصائص القطاع بتاعنا. خصائص القطاع ان الاتش 40 سنتي، البي 18 سنتي، التي ويب 0.86 سنتيمتر، والتي فلانجة 1.35 سنتيمتر. ندخل على السليوشن بقى، الحل بقى بتاعنا. احنا المطلوب مننا ان احنا نصمم ثلاث حاجات، اول حاجة البيس بليد، بعد كده الويلدنج، بعد كده الانكر بولت. نبدأ اول حاجة بالبيس بليد. البيس بليد فيه ثلاث حاجات يهمونا، العرض بتاعه والطول بتاعه والسكنس بتاعه. طيب بالنسبة للطول والعرض بنبدأ نفرضهم الأول بعد كده نتشيك عليهم. هنفرض ان احنا عندنا الدي اللي هو البعد الطويل بتاع البيس بليد بيساوي طول العمود اللي هو من أول هنا لغاية هنا زائد 5 سنتي، تمام. زودنا المسافات يمين وشمال عشان أعرف ألحم العمود في البيس بليد، يبقى هزود هنا 5 سنتي. ونفس الموضوع بالنسبة للعرض، هاخد العرض بتاع الفلانجة واجمع عليه 5 سنتي، هيطلع ان الجزء اللي فوق ده 45 سنتي هاخدها، والبي هتطلع 23 سنتي، ممكن اقربها ل 24 سنتي.
بعد كده هنبدا نجيب، احنا عندنا دلوقتي فيه قوه نورمال هتاثر على البليت، البليت ده لازم اتاكد ان هو مش هيعمل لي كسر للخرسانه. تمام، زي ما تيجي تصمم الاساسات كده انت بتبدا تقسم النورمال على مساحه الاساس عشان تتاكد ان التربه هتقدر تتحمل الاساس ده. نفس الموضوع انا هنا هقسم النورمال على المساحه بتاعه البليت عشان اتاكد ان الخرسانه هتقدر تتحمل المساحه دي نتيجه القوه دي. طيب دلوقتي احنا عندنا هنبدا نقسم، نجيب حاجه اسمها اف بي رينج اكشوال اللي هي القوه بتاعه القوه النورمال اللي جايه لي، اقسمها على مساحه البيس بليت بحيث ان يدي لي اجهاد موزع على السنتيمتر المربع. فهنلاقي ان احنا عندنا النورمال ب 40 طن، اضربها في 1000 عشان احولها لكيلو جرام، اقسمها على 24 في 45 تطلع لي 37 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. طيب فين بقى قدرة تحمل الخرسانة؟ قدرة تحمل الخرسانة اللي هي الـ F bearing actual او allowable بتساوي 0.3 في الـ FCU في حاجة اسمها جذر 2 على A1، A2 ده المفروض اللي هي مساحة البيدستل و A1 المفروض اللي هي مساحة البليت. احنا هنا في الشغل بتاعنا هنفترض ان الجزء ده هيساوي 1، ان الاتنين بيساوي بعض، مع ان ده طبعا مش بيحصل، بس احنا هنا هنشتغل على الموضوع ده عشان يبقى فيه conserved side. طيب يبقى الاف بيرنج الاوبل هتساوي 0.3 في الاف سي يو، هنفترض ان احنا عندنا الاف سي يو بتاعتنا 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، يبقى هتساوي 75 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. عندنا الاكشوال 37 وهي الالاوبل 75، اذا سيف. ندخل بعد كده على الثيكنس بتاع البليت. دلوقتي احنا بقى عندنا قوه اللي هي النورمال هنا كده موجوده في العمود، النورمال ده قسمناه على الاريا بتاعه البليت. لما قسمناه على الاريا بتاع البليت عطالي استرس على السنتيمتر المربع، استرس موزع منتظم، فهلاقي ان هو شكله بالطريقه دي كده، حيث ان الجزء الاسترس اللي تحت ده وده اف بي بيرنج اكشوال بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع، وفي المساله بتاعتنا كان قيمته 37 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. دلوقتي انا بقى عندي هنا قوه لاسفل كده والرياكشن بتاعها هو الحمل الموزع ده. طيب الحمل الموزع ده هيعمل لي ايه؟ دلوقتي ده اكن ده كده هو السبورت، العمود ده هو السبورت بتاعي، والجزء ده هو الكاميرا، بس المره دي الكاميرا بتاعتي عباره عن كانتليفر، كانتليفر يمين وكانتليفر شمال، فهلاقي ان انا عندي الجزء ده عاوز يحصل له ديفليكشن بالطريقه دي، والجزء ده عاوز يحصل له ديفليكشن بالطريقه دي. ما دام حصل له ديفليكشن بالطريقه دي كده، ده معناه ان هو اكيد تعرض لمومنت، المومنت ده مقداره قد ايه؟ مقداره القيمه اللي هي بتاعه الاسترس ده في المسافه اللي هيعمل فيها الديفليكشن تربيع على الاثنين. ليه؟ لان هو كانتليفر. طيب المسافه دي قد ايه؟ للنظره الاولى هتقول ان هي على وش العمود، لكن نتيجه التجارب المعمليه والبرامج الانشائيه لقينا ان هو المستوى اللي بيتكون عنده الديفليكشن بيبدا عنده الديفليكشن داخل لجوه شويه في الاتجاه الطولي بتاع العمود وفي الاتجاه العرضي بتاع العمود، حيث ان في الاتجاه الطولي بيدخل لجوه، حيث ان الجزء اللي جوه ده بيبقى 0.95 من الدي سي اللي هو البعد بتاع العمود طبعا، والجزء الباقي بنديله رمز الام وهنا ام. نفس الموضوع في الاتجاه العرضي، الجزء اللي بيبقى لجوه ده بيبقى 0.8 بي سي اللي هي العرض بتاع الفلانجة، والجزء اللي من بره واللي من بره بيكون الان. وده الشكل بتاعه في البلان، اكن عندي بقى فيه مربع تخيلي كده في النص، هو ده المربع اللي هيكون ثابت، لكن الحدود الخارجيه دي هي اللي عاوزه يحصل لها ديفليكشن لفوق. طيب انا عاوز بقى اصمم البليت، عاوز اصمم البليت، احنا قلنا هنجيب المومنت عند الطرف ده او عند الطرف ده. طيب اجيب عند انهي؟ اللي هيحكم لي الموضوع ده قيمه الام وقيمه الان، لان انا عندي الاف بيرنج اللي موجوده تحت ثابته هنا وثابته هنا، يبقى الكبير من ده هو اللي هيبقى الكريتيكال. نبدا نجيب قيمه الام اللي هي كانت بتساوي 45 اللي هو طول البليت ناقص 0.95 في 40 اللي هو الجزء ده على الاثنين عشان عندي فيه جزئين، هتساوي 3.5 سنتيمتر. طيب والان هتساوي 24 اللي هو عرض البليت ناقص 0.8 في 18 اللي هو الفلانجه او عرض الفلانجه بتاع العمود على الاثنين، القيمه دي هتساوي 4.8 سنتيمتر،
هاخد الكبير منهم عشان ده يبقى هو كانتليفر الكبير. هلاقي ان الكبير عندي اللي هو الان يبقى كبير عندي فيه المسافة دي كده. هبدأ اخد شريحة عرضها 1 سنتي، لان انا طبعا عندي الحمل ده متوزع بالكيلو جرام على السنتيمتر مربع، انا عاوز احوله لكيلو جرام على السنتيمتر الطولي. فبضرب او باخد شريحة 1 سنتي، وما دام خدت شريحة 1 سنتي يبقى كني ضربت القيمة دي كده في 1 سنتيمتر. طيب لو ضربت القيمة دي في 1 سنتيمتر هتدي لي 37 كيلو جرام على السنتيمتر الطولي. يبقى انا عندي الحمل اللي موجود على الكنتيليفر بتاعي مقداره 0.037 طن على السنتيمتر الطولي، والمسافة دي اللي هي لغاية الوش اللي هو هيحصل له ديفليكشن مقدارها 4.8 سنتيمتر، اللي هي كانت الان عشان الان اكبر من الام. هنجيب المومنت عند وش العمود، هنلاقي ان احنا الام بتساوي 0.037 في 4.8 تربيع على الاثنين، هتساوي 0.426 طن على سنتيمتر. بالمعادلة المشهورة بتاعتنا هنجيب ان التي بليد بيساوي الجذر التربيعي ل 6 ام على الاف الاوبل في البي. طبعا هنا البي اللي هي المفروض الجزء المقاوم، فهنلاقي ان احنا عندنا جزء المقاوم احنا واخدين شريحة 1 سنتي، فالجزء المقاوم هيكون عرضه 1 سنتي، عشان كده البي هتبقى 1 سنتي. والاف الاوبل هناخدها 0.58 من الاف ييلد، احنا هنا شغالين على ستيل 37، فالاف ييلد بتاعتي 3 أو 2.4، يبقى 0.58 في 2.4 هيكون 1.4، واضرب فوق 6 في 0.426 اللي هي القيمة دي، هلاقي ان القيمة دي طلعت لي 1.35 سنتيمتر. القيمة دي طلعت اقل من 2 سنتي في البيس بليت، لا يفضل انك تاخد استيكنس بتاعه اقل من 2 سنتي، وده عشان ما البيس بليت ده ممكن يبقى معرض لاي حاجة تحت، املاح او صدى او اي حاجة ممكن تاكل فيه. عشان كده لضمان ان البليت يفضل بكامل قوته بناخده 2 سنتي. حاجة تاني ان عشان الحمل بتاعي يتوزع بالطريقة دي كده ويكون يونيفورم، لازم يكون البليت ده مور ستيف، يعني لازم يكون ريجيد لضمان ان الاسترس ده يحصل بالطريقة دي. لو السيكنس اقل من 2 سنتي ممكن ما يتولد ليش الاسترس بالطريقة دي كده. طيب ما انا اشتغلت عن الاسترس ان هو بالشكل ده، فيفضل ان انا عندي السيكنس لا يقل عن 2 سنتي عشان الاسباب دي. طيب نيجي بعد كده للويلدنج. احنا قلنا لو عندنا القوة كومبريشن بناخد 60% منها ننقلها عن طريق اللحام، وال 40% الباقيين بينتلوا عن طريق البيرنج على طول، والاتش بتتنقل كلها عن طريق اللحام. طيب احنا في الامثله بتاعتنا هنلحم حوالين العمود كله، يعني حوالين الفلانجه وحوالين الويب وحوالين الفلانجه دي زي ما الشكل موضح كده. هناخد خطوط اللحام دي ونطلعها بره عشان نبدا نحللها ونجيب لها خصائص المساحات بتاعتها. هلاقي ان احنا عندنا العرض ده كده 18 سنتي اللي هو عرض الفلانجة، العرض اللي جوه ده بيساوي 18 سنتي ناقص السيكنس بتاع الويب ناقص الكيرفيتشر ده، والكيرفيتشر ده اللي هو بناخده حوالي سيكنس بتاع الفلانجة اللي هو 1.35 في 2 على الاثنين عشان انا عندي قطعتين، بتساوي 7.22 سنتيمتر. والمسافة اللي في النص دي كده اللي هبدأ الحم فيها بتساوي الطول كله او العرض الارتفاع كله بتاع العمود او الطول بتاع العمود اللي هو 40 سنتي ناقص 4 في السيكنس بتاع الفلانجة اللي هي الفلانجة دي والفلانجة دي بالاضافة للكيرفيتشر ده والكيرفيتشر ده. فهلاقي ان انا عندي الطول بتاعه هيساوي 34.6 سنتيمتر. هنعمل اسيوم ان الاس ويلد بتساوي 0.8 سنتي. احنا طبعا لو القوة كبيرة جدا وعاوزين ناخد اقصى حاجة المفروض بنلحم هنا بتخانة لا تزيد عن السيكنس بتاع الويب، وبنلحم هنا بتخانة لا تزيد عن السيكنس بتاع الفلانجة. طبعا احنا عندنا هنا الفلانجة عرضها او السيكنس بتاعها 1.35 والويب 0.86. الاحمال هنا نتيجة ان هي قليلة ممكن ناخد ان الاس ويلد على شكل كله 0.8 سنتيمتر. نبدأ نحسب الاريا ويلد التوتال، هتساوي 0.8 اللي هو السيكنس في 2 في 18 اللي هو الخط ده والخط ده، زائد 4 في 7.22 اللي هم الاربع خطوط دول، زائد 2 في 34.6، دول بيساوي 107.2 سنتيمتر اس 2 اللي هو الاريا ويلد توتال. بعد كده اجيب الاريا
ويلد حوالين الويب فقط هتساوي 55.36. ليه جبت ده وجبت ده؟ لان انا عندي القوه النورمال بتنتقل عن طريق العمود كله، فبتنتقل عن طريق البليت او عن طريق اللحام كله، لكن القوه الشير هي اصلا بتبقى اقصى حاجه في الويب، او الاسترس الماكسيمم ليها بيكون في الويب، عشان كده بننقلها عن طريق الويب فقط. طبعا وتطرقنا للموضوع ده قبل كده لما شرحنا اللحام. هلاقي ان انا عندي في تو استرس بيتكونوا لي على اللحامات بتاعتي، استرس على اللحام كله مقداره اف عمودي، لان طبعا انا واخد المستوى اللي هو ده، انا شغال على المستوى ده من اللحام، فهلاقي ان القوه دي هتعمل لي نورمال عليه، فهتعمل لي اف عمودي اللي هو استرس نورمال عمودي، لكن الشير ده هيتولد او هيأثر بس على الشير اللي هو، او هيأثر بس على اللحام اللي موجود في النص هنا، فهلاقي ان انا عندي الاف عمودي هيساوي 0.6 في القوه اللي هي 40 على المساحه التوتال، هنلاقي ان القيمه بتاعتي طلعت لي 0.223 طن على السنتيمتر المربع. القيمه دي طلعت اقل من 0.72 طن على السنتيمتر المربع، اذا سيف. طبعا 0.72 دي اللي هي 0.2 في الاف التيميت بتاع الحديد بتاعي. خلي بالك عشان لو الستيل ما كانش 37 في الحاله دي هتتغير القيمه دي، عشان بس الناس ما تبقاش حافظه. الكيو الموازي هيساوي 6 على 55.36 اللي هي المساحه بتاعت الجزء اللي في النص ده، تمام؟ فهنلاقي انها بتساوي 0.108، القيمه دي اقل من 0.72، اذا سيف. طيب دلوقتي الجزء اللي في النص جوه ده عليه قوتين او عليه تو استريسز، استرس عمودي واسترس موازي. ما دام في استرس عمودي واسترس موازي لازم اخش على الاف ايكويفالنت، هتساوي الجذر التربيعي للاف العمودي تربيع زائد الاف الموازي في 3، طبعا دي 3 مش 3 من 10، في زائد 3 في 0.108 الكل تربيع. القيمه دي هتساوي 0.29 طن على السنتيمتر المربع. القيمه دي اقل من 1.72 طن على السنتيمتر المربع، اذا سيف. كده يبقى انا خلصت اللحام. طبعا ممكن اقلل شويه اللحام عشان ده كده ان ايكونوميك، فممكن استخدم اس ويلد 0.6 او 0.4 كمان وارجع اتشيك عليها. بعد كده نصمم بقى الانكر بولت. الانكر بولت هنلاقي ان احنا عندنا نفرض الاول ابعاد ليه، فهنستخدم انكر بولت فاي 20 ملم والجريد بتاعه 4.6. احنا عندنا في المساله بتاعتنا دي الانكر بولت هتلاقيه ان هو مقاوم حاجه واحده بس اللي هي الشير، تمام؟ فهنبدا نجيب مقاومته في الشير، فهنلاقي ان احنا عندنا ار سنجل شير، لان طبعا هو مستوى واحد بس المعرض للقص، هتساوي 0.25 لان ده 4.6 في 4 الاف التيميت، في 0.75 في باي على الاربعه في 2 تربيع، هتساوي 2.35 طن. بما ان البليد ده على طول اكبر منها او يساوي 2 سنتي، هتلاقي ان على طول الار بيرنج اكبر من الار سنجل شير، واحنا على طول بناخد الار ليست، اذا نشتغل على طول على الار سنجل شير. هنجيب الان اللي هو عدد المسامير، بيساوي الاتش في 1.15 على الار ليست. ليه ضربنا في 1.15؟ خلي بالك ان البيز بليد دي الانكر بولت بيتركب في الموقع، وبيتركب الاول بيتحط فيه الخرسانه وبعد كده بيتصب عليها خرسانه، فممكن نتيجه اي خطا في الموقع مبلي مشكله في الانكر بولت ده، عشان كده بنزود العدد بتاعه ب 15%، عشان كده ضربنا الاتش في 1.15. 6 في 1.15 على 2.35 هتساوي 2.93، اذا يوز 4 فولتس ان ميد. خلي بالك ان احنا على طول بنستخدم عدد زوجي وبنحطهم على طول في المنتصف، لان احنا شغالين على الهنج بيز، احنا عندنا ده العمود بتاعنا وده البيز بليد، لازم المسامير على طول مهما كان عددها تتحط كده في المنتصف. ده ليه؟ عشان اسمح للعمود انه يحصل له روتيشن، لان دي هنجد بيز، فانا طبيعي ان في شويه روتيشن هيحصلوا لي تحت، ما ينفعش احط المسامير بره، لو حطيت المسامير بره بتميل للفيكسد. طيب
بعد كده احنا عاوزين بقى نجيب اللينس بتاع الانكر بولت ده جوه الخرسانه. اللينس احنا العمود ده عليه كومبريشن فورس، يبقى الانكر بولت اكنها مش شايله حاجه. هنستخدم المينيمم اللي هو ال بتساوي 40 الفاي، 40 في 2 هتساوي 80 سنتيمتر. ممكن يبقى اقل من كده كمان، يعني هو انا مش مستخدمه في اي حاجه. ندخل على تاني مثال. المثال التاني لو عندنا بقى تنشن على العمود بتاعنا. دلوقتي انا عندي اكزامبل 2، هل ان انا عندي الاتش بتساوي 1 طن والان بتساوي 4 طن والاتجاه بتاعها تنشن. العمود اي بي اي 200، نجيب الخصائص بتاعته. بعد كده اول حاجه هنصممها هي البيس بليت. طبعا في المساله دي يفضل في البدايه انك تصمم الاول الانكر بولت عشان هتحتاجه في تصميم البيس بليت، لكن احنا هنا اشتغلنا بالبيس بليت في الاول. البيس بليت هنعمل اسيوم، طبعا نفس الاسيوم ان الدي عندنا بتساوي 20 زائد 5 اللي هي ال 20 دي زائد 5، والبي بتساوي 10 زائد 5 15 سنتيمتر. دلوقتي بقى احنا عاوزين نجيب السكنس. الميكانيزم بتاع البليت في الحالة دي مختلف عن الحالة بتاعة الكمبريشن. دلوقتي بقى مفيش بيرنج هينتقل للخرسانة ولا اي حاجة، ده القوة بتاعة التنشن دي هتنتقل للخرسانة عن طريق المسامير. فلو انا عندي القوة دي 4 طن بتشد لي العمود لفوق، المسامير بس هي اللي هتعتبر السبورت بتاعها، فكأن كل مسمار شايل 2 طن. تمام، بافتراض ان انا مستخدم مسمارين، عشان كده قلت لك لازم تروح تصمم الانكر بولت في الاول، لكن احنا هنا هنستخدم مثلا مسمارين. فهتلاقي ان احنا عندنا المسمار ده والمسمار ده بيشدوا لتحت والعمود ده بيتشد لفوق، فالبليت بتاعي عاوز يعمل له يحصل له كيرفيتشر بالشكل ده. فهتلاقي ان انا عندي القطاع الحرج هيكون على وش العمود بتاعي، فعلى وش العمود او على وش الويب. تمام، فهلاقي ان المومنت بتاعي هيساوي 2 في المسافه دي. طب المسافه دي اجيبها ازاي؟ المسافه دي اللي هي بنسميها الاي، احنا كنا خدنا قبل كده ان الاي مينيمم بتساوي 1.5 الفاي، بس خلي بالك ان انا هبلحم هنا وبلحم هنا، فبنجمع عليها الاس ويلد. طب انا مش عارف لسه الاس ويلد، فممكن نفترض ان هي 0.5 سنتيمتر، فهلاقي ان انا عندي الاي هتساوي 3.5 سنتي. طبعا دي الاي مينيمم، ممكن تزيد عن كده لكن لا يفضل انها تزيد، لانها كلما هتزيد كل ما هلاقي ان المومنت ده هيزيد معايا. طيب دلوقتي احنا الـ القوة دي هتتضرب في المسافة اللي هي الاي، فالمومنت هيساوي 2 في 3.5 هتساوي 7 طن سنتي. طب فين المساحة اللي هي بتقاوم؟ طبعا المساحة هتكون البي اللي هي المسافة دي في التخانة بتاعة البليد. طب المسافة دي بتساوي ايه؟ بتساوي 2 في قيمة الاي. يبقى البي هتساوي 2 في الاي، يعني 2 في 3.5 هتساوي 7 سنتي. التي بليت هتساوي جذر تربيعي لستة في قيمة الام على البي في الاف الاوبل. البي هنا 7 والمومنت بسبعة، والاف الاوبل هتساوي 0.58 من الاف يلد، هتساوي 1.4 طن على سنتيمتر مربع. اذا التي بليت هتساوي 2.07 سنتيمتر. الافضل انك تقربها لاقرب رقم زوجي، هتبقى 2.2 سنتيمتر. طبعا هنا بيقول لك ان المفروض نصمم الانكر بولت في الاول. بعد كده هندخل على الويلدنج. هنلاقي ان احنا طبعا عندنا القوه دي تنشن، فالتنشن هينتقل بالكامل عن طريق الويلد. هناخد ان التي ويلد هتساوي 0.4 سنتيمتر. طبعا المسافات دي زي ما جبناها المره اللي فاتت، فهلاقي ان عندي الاريا ويلد توتال هتساوي الرقم ده، والاريا ويلد ويب هتساوي الرقم ده. نفس الموضوع الاف عمودي، الاستريس العمودي هيساوي التي اللي هي القوه اللي جايه لي على العمود، طبعا خدتها كلها، على الاريا ويلد توتال هتساوي 0.146 طن على سنتيمتر مربع. القيمه دي اقل من 0.72 طن على سنتيمتر مربع، اذا سيف. الكيو موازي بيتساوي 1 على 13.28 اللي هي المساحه دي، هتساوي 0.075 طن على سنتيمتر مربع. هتلاقي ان انا عندي هنا في استرس من الاول للاخر، وهنا كده في استرس على الويلد اللي حوالين الويب بس. فهلاقي ان انا عندي في اف ايكويفالنت هتساوي 0.146 تربيع زائد 3 في 0.075 تربيع، هتساوي 0.2 طن على سنتيمتر مربع. القيمه دي اقل من 1.1 في الاف الاوبل بتاع الويلد. بعد كده نشتغل على الانكر بولت. هتلاقي ان انا هعمل اسيوم ان انا عندي 2 بولتس جريد 4.6 فاي 20.
التي على المسمار الواحد هتساوي 2 طن، التي الاوبل هتساوي 0.33 في الاف التيميت في 0.75 في باي على الاربعة في 2 تربيع، اللي هي المساحة بتاع الجزء اللي انا عملت له الوظة، هتساوي 3.11 طن. دي الاوبل، الاوبل اكبر من الاكشوال اذا سيف. بعد كده اجيب الكيو على البولت الواحد، انا عندي القوة الهوريزونتال 1 طن وعندي مسمارين، يبقى واحد على الاثنين هتساوي نص طن. الار سنجل شير هتساوي 2.35 طن، دي جبناها قبل كده في المثال السابق، هيساوي القيمة دي اكبر من القيمة دي اذا سيف. بعد كده انا عندي في على المسمار تنشن وفي او في تنشن وفي شير، فلازم اشتغل على انتراكشن اكويشن. هلاقي ان انا عندي الكيو بولت على الكيو الالاوبل او الار ريزيستنت هيبقى 2 على 3.11 كل تربيع زائد 0.5، طبعا الجزء ده اللي هو بتاع التنشن والجزء ده بتاع الشير اللي هي 0.5 على 2.35 كل تربيع، هيطلع لي القيمه دي. القيمه دي لو اقل من الواحد اذا سيف. هيفضل لي اللينس بتاع المسامير. في المره اللي فاتت احنا كان اللينس مش فارق معانا لان المسمار او العمود كان عليه كومبريشن، فالمسمار مش حاسس باي حاجه من الكومبريشن، لكن المره دي انا المسمار بتاعي عليه تنشن، يعني العمود عاوز يشده من الخرسانه، عشان يشده من الخرسانه لازم يتغلب على قوه الاحتكاك بينه وبين الخرسانه اللي هي قوه التماسك الاف بوند. طيب انا عندي القوه على المسمار الواحد 2 طن والفاي بتاعت المسمار 20 ملم، انا عاوز اجيب بقى ال بتاع طول التماسك ده، فانا عندي التي الاول هتساوي باي في 2 اللي هي محيط المسمار او محيط الانكر بولت بتاعي، اضربه في ال، يبقى انا كده جبت المساحه الجانبيه، اضربها في الاف بوند يبقى انا كده جبت القوه اللي يقدر يتحملها المسمار. تمام، خلي بالك ان احنا خدنا الاف بوند بتساوي 6 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، القيمه دي قيمه تقريبيه، هي المفروض بتتوقف على الخرسانه اللي انا مستخدمها والاف سي يو بتاعه الخرسانه، لكن هنا ممكن ناخدها ان هي 6 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. طيب دلوقتي احنا المجهول عندنا هنا هو ال، طبعا القيمه دي المفروض تبقى اكبر من او يساوي التي بولت، فالمجهول الوحيد هو ال، فهلاقي ان ال اكبر من او يساوي 2 اللي هي القوه اللي جايه على المسمار. تمام، القوة اللي جاية على المسمار في 1000 عشان احولها كيلو جرام واقسمها على الجزء ده اللي هو باي في 2 في 6، هلاقي ان ال بتاعتي لازم تكون اكبر من او يساوي 53 سنتيمتر. طيب نفترض ان ال دي كانت كبيرة، يعني ال القوة اللي كانت عندي كانت قوة كبيرة جدا، تمام، ف ال بتاعتي وصلت مثلا ل 90 100 سنتي 200 سنتي وانا مفيش امكانيه ان انا امد كل ده في الخرسانه، فايه الحل التاني اللي ممكن اعمله؟ الحل التاني ان انا ابدا استخدم بليد كده من تحت، تمام، بحيث ان انا بقاوم دلوقتي بحاجتين، الاحتكاك بين البليد ده والخرسانه وقوه البيرنج اللي بين البليد ده، مساحه البليد ده وبين الخرسانه. ما هو الجزء ده عشان يطلع من الخرسانه لازم يتغلب على قوه الاحتكاك، والبليد ده ياخد الخرسانه اللي فوق ايدي كلها كده ويطلع لفوق. طبعا ده صعب جدا، صعب جدا لحد ما الاف بيرنج الاكشوال تبقى اكبر من الاف بيرنج الاول، ساعتها هيحصل شروخ في الخرسانه وتبقى كده الخرسانه بتاعتي انهارت. طيب في الحاله دي ابدا اصمم ازاي؟ احنا عندنا محكومين بطول معين، هنفترض ان الطول ده ال1، هنجيب مقاومه ال1 ده، المقاومه هتساوي ايه؟ هتساوي الاف بوند في المساحه الجانبيه بتاعت المسمار اللي هي باي في فاي في ال1، دي اللي هي تي1. طيب التي2 اللي هي بقى المقاومه بتاعت البليد ده هتساوي التي بولت اللي جايالي من المسمار من فوق، تمام، ناقص التي الاول واحد، التي اللي انا جبتها من هنا دي هيطلع لي رقم، الرقم ده المفروض هيعمل لي بيرنج على الخرسانه، فالاف بيرنج هتساوي التي2 على مساحه البليد ده اللي انا بفرضها، ممكن نفرضها مثلا 6 في 6 4 في 4 5 في 5 سنتي وهكذا، فهتلاقي ان انا عندي التي 2 على البي في البي، لو اقل من 0.3 في الاف سي يو اذا سيب، لو اكبر من كده نبدا نكبر البليد ده شويه لحد ما القيمه دي تكون سيف.
وبعد كده انا عشان اجيب تخانه البليد ده نفس الموضوع بالظبط، هلاقي ان انا البليد ده عاوز يحصل له كيرف كده لتحت، عاوز يحصل له ديفليكشن لتحت كده، فهاخد القطاع اللي جنب المسمار بالظبط وابدا اصممه، فهلاقي ان انا هصممه اس كانتليفر، هيبقى الاف بيرنج في البي على الاثنين، لان المسافه دي هتبقى حوالي بي على الاثنين، كل تربيع على الاثنين كده. يبقى انا جبت المومنت ده واصممه بنفس الطريقه اللي صممت بيها البليت قبل كده. كده يبقى انا خلصت البيس بليت، خدنا مثال على الكومبريشن مع الشير والتنشن مع الشير.